نظام التشريع في الإنترنت ينقص تشريع واضح في الغرض، ولا بد من التنصيص. نعم. شنو اللي بدك؟ بالنسبة للمجال الإنترنت اللي هو التكنولوجيا الحديثة، ومش في تونس برك، في العالم ينقص التشريع واضح. لابد وحتى نتفاداو المواضيع السانسور وكذا، لابد من وضع تشريع واضح يلزم جميعنا. وفي غير الإنترنت زاد يعني الجرايد والكتب والتعتبر بصفة عامة. كيف كيف؟ بالنسبة للصحافة. موضوع الصحافة هو احترام مجال الصحافة اللي تلزم جميع هو موضوع الاتصال وموضوع الانترنت هذايا ينقص ديما تشريع، لابد وضعه في اطاره في نطاق تشريع مسبق وموجود، ويكون التشريع هذايا محدد.